السلام عليكم أحبة المشاهدين والمتابعين. كما تشاهدون الآن الأخ العزيز أحسان الزبيدي، طبعا شقيق اللاعب لاعب فريق الأشباح أركان ميسي. الآن احنا في ختام العمل، هذا استقبال الاستفاح الذي سوف يفتتح في الأيام القريبة إن شاء الله، وهاي المراحل الأخيرة، هاي الديكورات وعمل الديكورات، وهذا ضلع البلازمة كما تشاهدون، وكذلك هذا يعني التسقيف بصورة يعني بشكل أقواس. إن شاء الله بعد عندنا المرحلة الأخيرة، مرحلة إن شاء الله الصبغ والكوبلين، فأي واحد عنده عمل أو يرغب بهيج شغل مراسلة الأخ العزيز أحسان الزبيدي، مثل ما قلت لكم شقيق اللاعب أركان ميسي. تحياتي إليكم وأخوكم الإعلامي هذا الصباح.